حدوث هجوم إلكتروني على محطة للطاقة النووية هو بمثابة سيناريو مرعب. منذ اندلاع النزاع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي حول حرب أوكرانيا، أصبحنا قلقين أكثر بشأن هذا الخطر المتزايد. القراصنة الروس كانوا منذ سنوات يمسحون ضوئياً محطات الطاقة بحثاً عن نقاط الضعف، حسب ما تقول وكالات الأنباء نقلاً عن معلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. لذلك يقوم العلماء في مختبر أيداهو الوطني بالولايات المتحدة باختبار أول توأم رقمي لمفاعل صغير. التوأم الرقمي يستطيع اكتشاف أي شيء يحدث في المفاعل. التوائم الرقمية هي صور افتراضية تسمح بالتنبؤ وجعل العمليات تتم بشكل آلي. التوأم الرقمي لديه القدرة على منع وقوع حادث نووي، إذ يمكنه التعرف مبكراً على المواقف التي قد تؤدي إلى وقوع حادث. التوأم الرقمي يستطيع أن ينبه المشغلين، ويستطيع أن يتخذ تدابير لمنع وقوع حادث أيضاً. للتأكد من أن التوأم الرقمي يتصرف تماماً كمحطة طاقة نووية حقيقية، تم تزويده بجميع بيانات تشغيل مفاعل اختبار بني خصيصاً لهذا الغرض. نموذج الاختبار صورة طبق الأصل من المفاعل الحقيقي بجميع تفاصيله. هذا لا يساعد في صد هجمات القراصنة فقط، ولكن يسمح أيضاً باكتشاف علامات تهالك المكونات واختبار الأشياء الجديدة قبل إدخالها على المفاعل الحقيقي. كذلك يقوم التوأم الرقمي بتبادل البيانات مع نظيره الحقيقي في الوقت الفعلي، ويتم تدريبه باستخدام الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع متطلبات سياسة الطاقة الحديثة، بحيث يقوم بخفض إنتاج المفاعل آلياً عند توفر الكهرباء الكافية من مصادر الطاقة المتجددة. هدفنا هو وضع أسس لتطبيق يمكن ربطه بمفاعلات نووية مختلفة، وكذلك أيضاً بمصادر الطاقة الأخرى. الفكرة هي أن المفاعل النووي يمكن أن يكون جزءاً رئيسياً من نظام إدارة الطاقة الذي يولد طاقة حرارية وكهربائية. لا تزال إدارة الطاقة آلياً بالكامل موجودة فقط في معمل الاختبار في ولاية أيداهو، بينما تعد التوائم الرقمية اليوم في العديد من مجالات البحث العلمي والصناعة مساعدين لا غنى عنهم.